رحب بحضراتكم مرة تانية، والفقرة الأولى بنتكلم هنا فيها فقرة ارتفاع أسعار الوقود. موضوع الساعة زي ما البعض كان بيسميه، موضوع استفز البعض، ناس تانية بتطلق عليه. خلينا بس ننهي الجدل ده النهاردة، نحاول ان احنا نوصل لمعلومة حقيقية، ونحاول ان احنا كمان نفهم قبل اي حد احنا ليه بندفع اكتر، او ليه الدعم مفروض ان هو بيتشال، او ليه انا كمواطن مصري مفروض ان انا اتحمل يعني ضريبة الاصلاح الاقتصادي، وده هيعود عليا مرة تانية بايه. خلينا نرحب بسيادة الوزير وهو بقى هيجاوب على كل هذه التساؤلات. سيادة الوزير الأسبق وزير البترول أسامة كمال، مساء الخير يا فندم. أهلا بيكم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، بشرفنا بكل تأكيد في الحلقة الأولى من الحياة في مصر. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. بنتكلم على رفع سعر الوقود أو تحرير سعر الوقود اللي بالتأكيد رفع الأسعار في السوق، وبنتكلم أن هذا الرفع رفع الأسعار الثانية بالتأكيد، بس نعرف يعني إيه الأول تحرير سعر الوقود من حضرتك؟ الحقيقة لا يوجد اتجاه في مصر لتحرير سعر الوقود كاملا، لأنه هذا أمر صعب جدا أن تتعامل بالأسعار العالمية، يعني ده مش وارد. لكن ما يوجد في مصر هو حاجة اسمها الحفاظ على سعر معين للطاقة بوجه عام، سواء كانت كهرباء أو منتجات بترولية، يتناسب مع مستوى الدخول. وللحفاظ على هذا السعر الحكومة بتتكفل بأنها تدفع الفرق ما بين سعر التكلفة بتاعت المنتج سواء كان بنزين أو سولار أو بوتاجاز أو غاز أو كهرباء، وما بين سعر بيعه للجمهور، وهنا ده ما يطلق عليه الدعم. هناك خطأ تاريخي وقعنا فيه من فترة طويلة جدا اسمه دعم السلعة، وده كنا بنعمله حتى في رغيف العيش، وتخلينا عنه في رغيف العيش وانتقلنا إلى ما يسمى بدعم المواطن، لأنه الدعم النقدي اللي هو دعم المواطن المستحق للدعم بأي طريقة، تحط له كارت، تحط له في قلبيه نقاط، تديله فلوس في 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 يعني في الكارت بتاعه، باي وسيله توصل له هذا الرقم. ليه؟ لانه احنا بنقول اللي بيستفيد عاده من الدعم مش اللي قوته الشرائيه قليله، اللي قوته الشرائيه كبيره. لو حضرتك بتستهلك 100 لتر بنزين مثلا في الشهر، والدعم مثلا النهارده 3 جنيه على اللتر، فانت بتاخد دعم 300 جنيه. طب انا لو بستهلك 1000 لتر يبقى انا الدعم بتاعي 3000 جنيه. المواطن البسيط اللي ما عندوش عربيه اصلا، اللي ما عندوش عربيه اصلا، ده استهلاكه من البنزين مثلا او السولار او خلافه في حدود المواصله اللي هو بيركبها ايا كان نوعها في حدود 2 لتر في اليوم. 2 لتر في اليوم في 30 يوم ب 60 لتر، بدعمه ب 3 جنيه يبقى انا دعمته ب 180 جنيه. مقارنه باللي عنده عربيه كبيره وبيستهلك 2500 و3000 لتر، فده انا بدعمه ب 10000 جنيه. فهنا ده خلل لابد من علاجه.